السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الاخضر. معكم هند. عواشركم مبروك، شعبان دخل الحمد لله، والله بلغنا رمضان بالصحة والسلامة والخير ان شاء الله على جميع الامة الاسلامية. اذا كنتوا اول مرة تزوروا القناة فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش تشتركوا معنا، وكذلك تفعلوا الجرس لتكون بجانب الاشتراك باش يبقى يوصلكم الجديد ديال القناة. ومرحبا بكم جميعا. والوصفة ديال اليوم هما حريشات صحيين بالبلبولة ودقيق القمح الكامل. غادي تشوفوا معايا وصفة رائعة ولذيذة جدا وصحية، هذا هو الأهم. دونك غادي المقادير توجدهم دائما بصندوق الوصف بأسفل الفيديو، وغادي نقول لكم المقادير وانا كنشرح لكم. دونك هنا خديت استعملت سميده البلبوله ديال الكسكس او ديال الكسكسو، وخديتها وطحنتها او نيلتها في طحانه ديال العطريه على اساس نقص من الحجم ديالها، لانه ما لقيتش السميده رقيقه ديال البلبوله، فخديت غير هذيك ديال الكسكسو وطحنتها، ماشي نيلوها ولكن غير تنطحنوها جوج ثلاثه طحنات حتى نقصوا من الحجم ديالها يولي صغير شي شويه. واستعملتها دونك هنا خديت 100 غرام ديال سميده البلبوله، معها 100 غرام ديال دقيق القمح الكامل، ملح، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، وكذلك الزعتر الطري اللي ممكن تستعملوه في بلاصتو زعتر يابس. ضروري من الزعتر لانه جا المذاق ديالها رائع وروعه مع هذا الخليط كامل. دونك غادي نخلطوا اولا غادي نرملوا هذا العجين بالزيت الزيتون. فلاحظوا معايا ان جميع العناصر الصحيه مجموعين في هذه الحريشات، زيت الزيتون، زعتر، بلبوله، دقيق قمح كامل، ففعلا روعه في المذاق والرائحه كتجي رائعه منين تبداو طيبوا في هذه الحريشات، فالريحه خارجه يعني رائعه وحتى المذاق ديالهم جميل جدا. دونك تنرملوا هاد العجينه ديال الحريشات بهذيك الزيت البلديه اولا زيت الزيتون. هنا مستعمله تقريبا ربع كاس ديال زيت الزيتون، او تنحاولوا نغطيو كاع هذوك الحبيبات ديال السميده ديال البلبوله معاهم حتى هذاك دقيق القمح الكامل بهذيك الزيت البلديه. من بعد غادي ناخذ حليب ساخن، كاس ديال الحليب سخون، غادي نفيدوا الحليب وناخذ منه كاس وغادي نجمعوا به هاد الحريشات ديالنا. دونك تنخويو هذاك الكاس ديال الحليب على هذاك الخليط ديال يعني ديال الحرشه، نحاولوا دائما نخدموها بالاصابع ديالنا. وكذلك الا شفتوها حيت هي تتنشف لكم تتنشف البلبوله دغيا تتشرب، الا درتوا ليها الحليب ونشفات لكم يعني داك الكاس كملتوه وبقات مازال قاصحه شي شويه اولا باقا ما تجمعاتش لكم، فضيفوا القليل كذلك من الحليب او من الماء الساخن. هنا درنا الماء درنا الحليب الساخن عفوا، علاش؟ باش بحال اللي نطيبوا هذوك الحبيبات ديال البلبوله بحال اللي غنطيبوهم نصف طيبه، وغاد عاد غادي يكملوا الطياب ديالهم في المقلات مع هذاك دقيق القمح الكامل منين غادي نشكلوا الحريشات ديالنا. كنعرفوا البلبوله شي شويه تتكون غليظه. خلاص هنا مستعمله هاد ديال الكسكسو، فضروري ما نستعملوا حليب ساخن او ماء ساخن باش نجمعوا هاد العجينه ديال الحرشه. دونك هنايا خديت سميده عاديه، سميده يعني ماشي ديال البلبوله، هي اللي باش غادي نرش وغادي نخدم هذوك الكويرات ديالي. علاش ما يمكنش نستعملوا سميده ديال البلبوله؟ كتبقى كتغزز واخا تشكلوها يعني لانها غليظه الا طيبتوها في المقلات. انا جربتها ويعني ما جاتش مزيانه، فاستعملوا فقط سميده عاديه، هاد السميده العاديه وهي باش تشكلوا هاد الحريشات ديالكم. دونك تكملوا جميع الحريشات ديالكم، كتختاروا القالب اللي بغيتوا صغير اولا كبير، وتتكملوا الحريشات ديالكم وكتمشيو تطيبوهم من بعد. فكما شفتوا معايا سريعه التحضير، مقادير بسيطه جدا وكتجي روعه في المذاق وصحيه، هذا هو الاهم. كنتمنى انكم تجربوا وتجي رطبه بزاف وهشيشه،
هنا الدور ديال دقيق القمح الكامل استعملته باش يعطي القوام لهذيك الحرشه، لان ما يمكنش نعوله غير على سميده ديال البلبوله، فضروري ما تاخذون نفس الكميه. خديتو 100 غرام ديال سميده البلبوله، استعملوا معها 100 غرام ديال دقيق قمح كامل، وهكذا زدتو في السميده هذا، زيدوا حتى في دقيق قمح كامل. ضروري ما تحترموا المقادير، كنتمنى الوصفه تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله الخبر قبل ما يدخل شهر ديال رمضان. خليتكم على خير، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل لعدد كبير من الاصدقاء، وديروا لايك الى عجبكم الفيديو، ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير، والسلام عليكم.